اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا استعدادات الاهلي في للفتره اللي جايه، هقول لكم قايمه الاهلي لمباراه الاتحاد، لانه بكره الاهلي والاتحاد في كاس مصر يا باشمهندس. بيتسو موسيماني المدير الفني اختار قايمه فيها 22 لاعب، بالمناسبه صلاح محسن فيهم، علشان الناس اللي اتكلمت كتير انه صلاح عينته طلعت ايجابيه و ثبت انه لا، صلاح محسن ضمن قائمه ال 22 لاعب. ده يقودنا الى ايه؟ مش عايزين نستقي معلوماتنا باستمرار من اللي بنقراه على السوشيال ميديا. لان لازم يبقى في مصدر مسؤول. النهارده انا فعلا زيك قاعد وتاكدنا من جوه النادي ان الراجل موجود في القائمه، اذا باذن الله هو موجود. هيلعب ولا مش هيلعب ده موضوع تاني. القائمه بقى فيها رامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وايمن اشرف وعلي لطفي وحسين الشحات ومحمد الشناوي وعمرو السليه ومحمد مجدي قفشه وعلي معلول ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد هاني ومصطفى شوبير وناصر ماهر واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وعربي بدر وبدر بنون وصلاح محسن. واقول لك ملاحظاتك. ملاحظاتي طبعا ملاحظاتي اول حاجه، انا وانت لاحظنا ان صلاح محسن موجود. ودي اول وطاهر وبدر بنون ملاحظه. تاني حاجه، طاهر مصاب وهيقعد قد كده موجود. يبقى احنا معنى كده ان برضو ما لا يقرأ كله لا يصدق كله. وبدر بنون بقى لاول مره يظهر. بدر بنون في اول تواجد له. القائمه دي هتتغير بتبقى 18 بعد شويه، ولا هي هتبقى بتفضل كده؟ لا، هم في المعسكر 22. قبل الماتش في ثلاثه هيطلعوا يقعدوا في المدرج. يعني 19 18. طيب ما دي 22. القائمه 20. القائمه 20 وال وفي خمس تغييرات. وفي خمس تغييرات. انا اعتقد يبقى في اثنين. هيبقى منهم حارس مرمى غالبا يعني، وهيبقى في واحد تاني. ايا كان الموضوع، ان دول الناس السلام الموجودين اللي وقع عليهم اختيار الجهاز الفني. طبعا الناس طواقه جدا تشوف بدري بنون، طواقه جدا تشوف الصفقات الجديده زي طاهر محمد طاهر. تعتقد انه بيتسو ممكن يدفع بيوم البدايه ولا يعني مش هيغامر قوي ان هو يعمل التعديلات؟ الماتش تقيل جدا للاتحاد السكندري، مختلف. الاتحاد السكندري يا استاذ ابراهيم بالتدعيمات اللي خدها مختلف جدا. عشان كده مباراه فعلا مهمه جدا، الفريق مركز فيها بشكل خاص.